السلام عليكم أعزائي. الكثير من الذين يملكون أراضي زراعية في جمهورية أرمينيا يسألونني عن الإمكانية لبناء كوخ خشبي أو بيت صغير في الأرض الزراعية. سأعرض عليكم اليوم كوخ أو بيت صغير بإمكانك أن تشتريه وهو بيت جاهز وتنقله وتنصبه في الأرض الزراعية التي تملكها. سأدخل داخل البيت أو داخل الكوخ وأصور لكم مرافق هذا البيت الصغير. هذا الكوخ الصغير مساحته 21 متر مربع، بإمكانك أن تشتري مع محتويات هذا الكوخ وهو بيت جاهز يتكون من هذه الصالة ومكيف الهواء مع سرير لشخصان وجهاز التلفزيون، وهنا الحمام. هذا البيت الآخر أو نموذج آخر. هذا البيت يتكون من غرفة نوم مع صالة وحمام ومطبخ، وهذا المسبح الصغير. 42 متر مربع الداخلي، المساحة الداخلية 28 متر مربع المساحة الخارجية. هذا البيت يتم تفكيكه ونقله إلى قطعة الأرض الخاصة بك ويتم نصبه على الأرض الذي تمتلكه.